بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017. نحكي على المنتخبات المشاركة في النسخة 25 من بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017. اليوم نحكي على المجموعة الثالثة وبالتحديد على منتخب ألمانيا. منتخب ألمانيا لكرة اليد يعتبر من أكثر المنتخبات المشاركة في بطولة العالم، ونلقاه في رصيده 22 مشاركة من جملة 24 نسخة. يعتبر منتخب المانشافت والأكثر تتويجا، وين تحصل 3 مرات على اللقب في 1938 1978 و2007 اللي تلعبت في ألمانيا. مارتين ينهي مشاركته في المركز الثاني في 1954 وفي 2003، ومرة تحصل على الميدالية البرونزية تحديدا في 1958. هذا غير الألقاب اللي تحصل عليها بالجملة في مختلف المسابقات القارية والعالمية كيما الألعاب الأولمبية والبطولة الأوروبية لكرة اليد. مدرب الألمان هو الإيزلندي داغور سيغورسون، وأبرز الملاعبية في تشكيلته نلقاو أوفي جينسهايمر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 577 هدف. اللاعب باتريك غروتسكي اللي ينشط في فريق رينيكار لوفين الألماني وفي رصيده 273 هدف. ويبقى الهدف التاريخي لي هو اللاعب السابق فرانك ميشيل فال برصيد 1412 هدف مع المنتخب. نذكر منتخب ألمانيا موجود على رأس المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب كل من المجرة الشيلية السعودية بيلاروسيا وكرواتيا، وأول مباراة لي باش تكون ضد المجرة نهار 13 فيه.